إنها الحرب يا سادة، تقرير جديد مثير للجدل يكشف عن أرقام وانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن. يقول الكثير ولكن بالطريقة التي أرادها هو. ما هي المآخذ على هذا التقرير وما الذي يترتب عليه؟ وهل فشلت الشرعية في إدارة الملف الحقوقي؟ أهلا بكم. التقرير صادر عن فريق الخبراء المستقلين التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن جرائم حرب في اليمن. تحدث التقرير عن ضحايا غارات التحالف وعن جرائم التعذيب التي ينفذها ضباط إماراتيون وعن حالات الاغتصاب كانت تحدث أيضا من قبل قوات الحزام الأمني على مرأى من معتقلين آخرين بما فيهم أفراد من عائلة المعتقل والحراس، وعن قيام الحكومة اليمنية بتجنيد الأطفال للمشاركة في القتال. لكن التقرير أغفل الكثير من الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، وأبرزها قصف المدنيين ومئات الآلاف من الألغام التي زرعوها في طول البلاد وعرضها كما أفاد حقوقيون. تفاصيل التقرير ما له وما عليه سنناقشها مع ضيوفنا هذا المساء. تقرير حقوقي لفريق الخبراء التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن. التقرير يقول إنه يغطي الفترة الزمنية من سبتمبر 2014، فترة حدوث الانقلاب، إلى يونيو 2018، لكن التقرير ركز بشكل مكثف على الانتهاكات الواقعة في العام 2017 والنصف الأول من العام 2018. يقول التقرير إن عدد الإصابات في صفوف المدنيين منذ مارس 2015 وحتى يونيو 2018 بلغ أكثر من 16,000، بينهم 6,475 قتيلاً وأكثر من 10,000 جريح. قال التقرير إن التحالف العربي مسؤول عن الجزء الأكبر من هؤلاء الضحايا. من بين 60 غارة استعرضها الفريق حقق في 13 غارة جوية استهدفت مدينة خلال الفترة التي غطيها التقرير. وذكر التقرير انتهاكات كثيرة ارتكبت في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والتحالف، منها الحرمان في الحق من الحياة والاختطاف التعسفي والتعذيب. وتحدث التقرير عن انتهاكات جنسية مروعة مارستها القوات الإماراتية في عدن بحق مختطفين في سجني البريقة وبير أحمد. التقرير تحدث أيضا عن انتهاكات ميليشيا الحوثي في صنعاء من اختطاف وتعذيب، وركز على قيامهم من الحد من الحريات الإعلامية، ما وضع علامات استفهام عن جرائم لا تقل بشاعة للحوثيين من قتل وتفجير للمنازل وقصف ممنهج للمدنيين في تعز ومأرب والحديدة، بالإضافة إلى مقتل 130 مختطفا تحت التعذيب في سجون الحوثيين بحسب رابطة أمهات المختطفين. ناشطون حقوقيون استغربوا أيضا إغفال التقرير لملف الألغام والذي تتحمل مسؤوليته ميليشيا الحوثي بزراعتها مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مناطق المواجهات المسلحة ومناطق مدنية أدت إلى قتل وإصابة آلاف المدنيين. الراصد الحقوقي ماهر العبسي كتب في صفحته على الفيسبوك إن التقرير ذكر بالتفصيل المرافق الصحية التي استهدفها طيران التحالف، بينما لم يذكر أبدا أي منشأة صحية استهدفها الحوثيون بالرغم من استهدافهم لخمس منشآت طبية في تعز على الأقل. وزارة حقوق الإنسان وصفت التقرير بصادم وقالت إنه يفتقر إلى الحيادية، وقالت في بيان لها إنها ستعكف على دراسة التقرير والرد عليه لاحقا. ناطق التحالف العقيد تركي المالكي قال إن التحالف يرفض هذا التقرير وأنهم سيعملون على مراجعة ما ورد فيه وسيردون على حيثياته. اللافت في هذا التقرير أنه ذكر معظم أطراف الحرب بالاسم والصفة، وقال الفريق إنه سيرفع هذه الأسماء التي قد تكون ارتكبت جرائم حرب إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلي الآن في الاستوديو الصحفي والناشط الحقوقي الأستاذ محمد الأحمد. أهلا بك أستاذ محمد. مرحبا بك أخي والمشاهدين. حياكم الله. إذن أستاذ محمد، دعنا بداية ضعنا في قراءة لهذا التقرير الصادر عن فريق الخبراء المشكل بقرار من مجلس حقوق الإنسان. في الحقيقة التقرير هو يأتي في سلسلة تقارير دولية وأممية سلطت الضوء في الآونة الأخيرة على حالة حقوق الإنسان في اليمن. هذا التقرير طبعا يحظى بأهمية كبيرة لأنه من أعلى هيئة في الأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان، ويعني لديه ولاية بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان للتدقيق والنظر في كافة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وبالتالي فهو تقرير مهم يعني من الناحية القانونية والدولية، لكن في الحقيقة فيها الكثير من العيوب التي يمكن والمآخذ التي يمكن أخذها عليه، وهذا لا يعني بالضرورة أن كل ما ورد في التقرير غير حقيقي، أو بل بالعكس الانتهاكات التي تطرق إليها التقرير موجودة في أرض الواقع، وهي انتهاكات منذ 4 سنوات، ولكن كان هناك بعض المآخذ فيما يتعلق بإغفال انتهاكات فظيعة مارستها ميليشيات الحوثيين مثل القصف العشوائي. التحقيق التقرير على سبيل المثال حقق في قرابة 30 حادثة غارة لطيران التحالف، لكنه لم يحقق في حادثة واحدة أو في مجزرة واحدة للقصف العشوائي لميليشيا الحوثيين. التقرير أيضا كان يلمح بشكل دائم في سياق الحديث عن الانتهاكات التي مارستها ميليشيات الحوثيين بوصفها سلطات الأمر الواقع، وفي الحقيقة هناك غموض حول استخدام أو الهدف هذه المصطلحات. نعم، حول هذه المصطلحات، هو في الحقيقة من ناحية اعتبارها سلطة أمر واقع يحملها مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي تصبح ملزمة باحترام حقوق الإنسان ومحاسبة في هذه الناحية، لكنها في نفس الوقت قد ينظر إلى استخدام هذا المصطلح على أنه نوع من التستر على وصم ميليشيا الحوثيين في الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان. هناك العديد في الحقيقة من المآخذ التي يمكن ملاحظتها من خلال يعني مثلا أيضا لم يشير إلى حالات الوفاة حتى الوفاة تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثيين، وهناك أكثر من 130 حالة لوفاة تحت التعذيب داخل سجون ميليشيا الحوثيين لم يشير إليها التقرير على الإطلاق. لم يتحدث عن الألغام وهو سلاح خطير ويستخدم بشكل واسع من طرف ميليشيا الحوثيين، وهناك آلاف الضحايا سقطوا من المدنيين جراء استخدام هذا السلاح الفتاك والمحظور. لم يشير التقرير إلى مسألة الألغام، هو في الحقيقة سلط الضوء بشكل أكبر على الانتهاكات التي ارتكبت من طرف القوات التحالف السعودية والإمارات والقوات التي تعمل بالوكالة، خصوصا الحزام الأمني في الجنوب. هذا على الرغم من أنه بدأ في التحقيق كما يقول منذ سبتمبر 2014، أليس كذلك؟ نعم، يفترض أن الولاية للتحقيق الفترة التي يغطيها بحسب قرار إنشاء هذا الفريق للخبراء المستقلين البارزين من سبتمبر 2014، وهو يعني تاريخ الانقلاب الحوثي على الانقلاب واجتياح المدن، وبالتالي بداية الحرب وبداية الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. لكن في الواقع ركز في الانتهاكات على الانتهاكات التي وقعت خلال 2017 والنصف الأول من 2018، وبالتالي أغفل جانب كبير من الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت خلال الفترة الماضية، وكان لميليشيا الحوثيين وقوات صالح النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات. يلاحظ أيضا أن التقرير على سبيل المثال يتحدث عن قوات الحوثيين وصالح ولا يصفها بالميليشيات، بينما في الحالة في تعز ذهب إلى وصف الجماعات المقاومة الوطنية أو المقاومة الشعبية وحتى القوات الجيش الوطني بوصفها قوات الموالية لهادي أو قوات الرئيس هادي، وثم قال ميليشيات السلفية وميليشيات حزب الإصلاح. وهذه في الحقيقة كما يبدو أنه استعار هذه المصطلحات وهذه التوصيفات من الخطاب الإعلامي لميليشيا الحوثيين نفسها. هناك الحقيقة كثير من المآخذ في سياق التقرير، لكن هذا لا ينفي، أؤكد مرة أخرى، أن هناك الكثير من الحقائق والوقائع التي أشار إليها التقرير وأكد عليها، وكان هناك أصوات تتعالى منذ وقت مبكر خصوصا ما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة للطيران التحالف العربي باستهداف المدنيين أو شبكة السجون السرية والتعذيب والإخفاءات القسرية التي حدثت في المناطق التي حررت من ميليشيا الحوثيين في الجنوب. طيب، دعنا نشرك معنا في الحوار في هذه النقطة أستاذ محمد، الأستاذ ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان الذي انضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب بك أستاذ ماجد، كيف قرأتم إذن هذا التقرير الصادر عن فريق الخبراء المشكل من قبل مجلس حقوق الإنسان؟
للأسف الشديد التقرير كان تحليلي أكثر مما هو يعني واقعي وفعلي، ولكن يعني كان ينظر ساوى بين الضحية والجلاد، استخدم كثير من الألفاظ اللي هي يعني المغلوطة وأيضا المفاهيم المغلوطة، حيث يعني ادعى أن مثلا اتجاه الشرعية لتحرير الحديدة ومعه مدعوم بالتحالف العربي أنه عدوان على الحديدة، أيضا كذلك استخدام ألفاظ مثل سلطة الأمر الواقع، هذا شيء مرفوض لأن هناك انقلاب وهناك ميليشيا انقلبت على سلطة الدولة، وهذا مثبت وموجود في القرارات الأممية. التقرير خالف أيضا توجهات الأمم المتحدة في الاعتبار أن هذه الميليشيا ميليشيا إجرامية انقلابية، أيضا التقرير لم يستخدم نفس المستوى من العبارات والألفاظ في كل الانتهاكات، كان هناك تحيز واضح لجانب من الميليشيا، أيضا أغفل بشكل متعمد كثير من الانتهاكات الجسيمة والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل زراعة الأرقام التي تصل إلى أكثر من مليون لقم مزروع في الطرقات وأيضا في البيوت والمزارع والمنازل، ولديه الأدلة والوثائق التي تثبت أن هناك عشرات بل المئات من المواطنين من النساء والأطفال يروحون ضحايا لهذه الألغام، ولكن لم أغفلها يعني بشكل متعمد، لم يتطرق إلى أي من هذه الألغام، وكذلك لم يتطرق إلى الألغام البحرية وغيرها من الألغام التي تم استحداثها وكانت من مدعومة أو تم تهريبها من قبل إيران والخبراء حزب الله. للأسف الشديد هناك أيضا كثير من الأمور أغفلها مثل الانتهاكات، وخاصة الانتهاكات التي تفرد بارتكابها ميليشيا الحوثي مثل تفخيخ المنازل وتفجيرها، لم يتطرق إليها لأن هناك أكثر من 100 منزل تم تفجيره وتشويته بالأرض، وهناك أدلة كاملة موجودة لدى هذا الفريق لكن لم يستعرضها أبدا. طيب هذا الأمر قد وضح بشكل واضح أستاذ ماجد، لكن في سياق الحديث على موقفكم تجاه ما ورد في هذا التقرير، هل كان لكم أساسا خطوط تواصل مع هذا الفريق خلال فترة السنة الماضية؟ نعم لدينا خطوط تواصل، تم التعاون بشكل كامل وفعلي مع فريق الخبراء، تم استقبالهم في عدن من قبل معالي الوزير وايضا وكلاء الوزاره وموظفي الوزاره، تم تسليم لهم يدا بيد التقرير للانتهاكات الكامله التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، ايضا تم مدهم بالوثائق والاستمارات والادله التي تثبت ذلك من قبل سواء المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني والتحالفات المدنيه او من قبل الناشطين الحقوقيين وايضا من قبل الجانب الحكومي مثل بوزاره حقوق الانسان، نحن على تواصل مستمر، نحن على تعاون كامل معهم، لكن هناك اجنده واضحه مسبقا، هناك يعني للاسف الشديد واضح جدا ان فريق الخبراء هو جاء يصب الى التقرير، لم يعد التقرير بذات نفسه ولكن عكس توجهات المفوضيه الساميه التي نحن دائما نقول انها تقع تحت تاثير الميليشيا، كون مكتبهم الرئيسي في صنعاء وكون لديهم اجنده خاصة وكبيرة يعني تعكس توجهاتهم اللي في دعم الميليشيا ومحاولة الإبقاء على هذه الميليشيا والحفاظ عليها. طيب فيما يتعلق بنقطة أشار يعني في خبر منشور عبر وكالة سبأ اليوم، تعرب يعني أعربت وزارة حقوق الإنسان عن صدمتها لمحتواها التقرير، وكذلك هناك إشارة إلى أن البيان أن الوزارة لاحظت أن تجاوز الفريق الولاية الممنوحة له من مجلس حقوق الإنسان، هل أوضحت لنا هذه النقطة بشكل أكبر؟ أكيد ولاية طبعا إنشأ فريق الخبراء وفق القرار 31/36 المنشأ من قبل مجلس حقوق الإنسان الذي يتكون من 47 دولة، هذا القرار حدد ولاية فريق الخبراء في التدقيق والفحص لكافة الانتهاكات التي ترتكب في اليمن، ولم يعطيها حق ولاية التحقيق لأنه في نفس القرار طالب من المفوض السامي الدعم وتوفير الدعم اللوجستي والفني وكافة الإمكانيات للجنة الوطنية كونها آليات وطنية معنية بالتحقيق، هي اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وهي لجنة مستقلة محايدة ذات مصداقية كبيرة وملزمة. طيب في هذا السياق سيد ماجد دعني أحيلك إلى النقطة 12 من هذا القرار 36/31 يقول إن يطلب إلى المفوض السامي أن ينشأ فريقا من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين من ذوي المعرفة بالقانون الدولي لفترة لا تقل عن سنة قابلة للتجديد بإذن تستند إليه الولاية التالية. النقطة ألف
رصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها واستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ أيلول سبتمبر 2014. ما الذي يعنيه ذلك وما الذي يناقض عمل التقرير ذلك؟ أنت الآن تقرأني من النص العربي، النص الإنجليزي واضح جدا وهو معناها فحص و هذه وثيقة رسمية بالمناسبة. نعم، فحص وتدقيق وليس تحقيق. لا، لم ترد كلمة تحقيق في ولاية فريق الخبراء. أنا قرأت في شينو، وأنا وقت إنشاء هذا القرار من قبل الدول 47 نحن كنا في مفاوضات كبيرة وواسعة مع الدول، وتم حذف أي كلمة تحقيق في ولاية هذا الفريق. ولاية الفريق ليس له الحق في التحقيق، لأن ولاية التحقيق هي فقط حصرية على اللجنة الوطنية والآليات الوطنية ممثلة في اللجنة الوطنية وأيضا القضاء المحلي. أستاذ ماجد، ما دلالة كلمة استقصاء هنا؟ يعني هذه وثيقة رسمية في نهاية المطاف. نعم، فحص معناها استقصاء، معناها فحص المعلومات التي تخص الانتهاكات. وما الذي خلفه التقرير في هذه الحالة عن ما تم الاتفاق عليه؟ لا، أنا أقول لك التقرير تجد أنه في الانتهاكات التي يعني يزعم أو يدعى أنها ارتكبت من قبل التحالف العربي أو من قبل الحكومة الشرعية في المناطق المحررة، وجدت أو أوردت في بداية فقراتها أن الفريق حقق فريق الخبراء في انتهاكات كذا، يعني هو اورد كلمه التحقيق في كل الفقرات، بينما نجد في الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا اورد انه درس او تابع الانتهاكات المزعومه التي ارتكبتها او استخدمتها الميليشيا في او الاسلحه التي استاذ ماجد في تلك الانتهاكات. استاذ ماجد في هذه النقطه ايضا اثبات الوقائع والملابسات المحيطه بالانتهاكات والتجاوزات المزعومه وكشف المسؤولين عنها حيثما امكن، هذه في ذات النقطه. نعم، الكشف المسؤولين بناء على المعلومات التي تقدم له، ليس له الحق في التحقيق، ليس له الحق. ليس اقول لك موضوع التحقيق هو خارج ولايه الفريق، هذا واضح. لان هناك ايضا نقطه اخرى، رقم 17، يطلب الى المفوض السامي مواصله تقديم الدعم في مجال بناء القدرات والمساعده لتمكين اللجنه الوطنيه للتحقيق من الانتهاء من جميع اعمالها. اللجنه الوطنيه للتحقيق هي التي تمكن ولايه التحقيق. هل تم ذلك ام لم يتم؟ تم بشكل محدود، وتقديم تقريبا دورتين في ماليزيا كما اورد التقرير، انه تم تدريب فريق الراصدين في كوالالمبور وايضا المحققين، وهي لجنه معنيه بالتحقيق، هي عاليه وطنيه للتحقيق، وقد اثرت تقريرها واليوم اثرت بيان انه سوف ان هذا لم يكن تقرير الخبراء لم يكن عند المستوى، وان تقرير فقط تحليل، وانها سوف لديها تقريرا سوف يتم اصداره خلال الاسبوع القادم. يعني هذا ما سيتم في اطار التجهيز لاجتماعات مجلس حقوق الانسان في شهر 9 من قبلكم. نعم، شكرا. اذا استاذ ماجد فضائل وكيل وزاره حقوق الانسان كنت معنا على الهاتف من الرياض، يعني تحدث الاستاذ ماجد عن عدد من النقاط، النقطه المهمه هي في ولايه هذا الفريق، هل تجاوز هذا الفريق ولايته حسب ما أنا أعتقد سمحنا. أنه لم يتجاوز، هو لم يقم أيضا بمسألة تقصي حقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه جمع يعني ما وصل إليه من معلومات وتقارير من كل الأطراف، وكان قد أعلن الفريق نفسه عن إيميل وعن استعداده لتلقي البلاغات والمعلومات والتقارير من كافة الأطراف، ولكنه أشار في التقرير أيضا إلى أن أي من الحكومة اليمنية أو السعودية أو الإمارات لم ترد على كثير من الاستفسارات التي كان قد كتبها الفريق لهذه الحكومات، وبالتالي يتحمل الحكومة الشرعية ودول التحالف مسؤولية كبيرة عن التقاعس أو عن القصور في تزويد الفريق بالمعلومات الكافية وبالتقارير، ومع أيضا أن هذا لا ينفي أن يكون لدى الفريق كما يبدو نوع من الانتقام أو الثأر، لأنه أثناء إعداد التقرير لأنه لم يتم إقرار مسألة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية كما كان تطالب العديد من الأطراف الدولية، وبما في ذلك كما قرر الهولندي أن تم سحبه في ذلك الوقت، وبالتالي ربما يكون هناك نوع من البعد الانتقامي في أثناء إعداد التقرير من التحالف والحكومة الشرعية لأنها أحبطت إصدار أو استصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان. يعني ما الذي يمكن أن يشكله ذلك من فارق في حال كانت اللجنة دولية بشكل واضح؟ أعتقد أنه أن تعليق الموضوع كله في اليمن بمسألة لجنة تحقيق دولية هو نوع من الجدل الغير المفيد في نهاية المطاف.
المهم هو أن يتم محاسبة وملاحقة المتورطين في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان من كل الأطراف، ومن الواضح أن هناك ازدراء واضح للقانون واستهتار بمبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان من كل الأطراف أيضا. لكن هو اللافت في الأمر، وبالتالي حتى عندما نتحدث عن أنه تجاوز ولايته بالنسبة للفريق، هذا أعتقد أنها مسألة غير دقيقة جدا. التقرير كان الفريق كان مطلوبا منه أن يقدم تقريرا إلى المفوضية في نهاية ولايته إلى في اجتماعات سبتمبر القادم السنة، وبالتالي قدم التقرير كما هو مطلوب منه. لكن يمكن أن نناقش مضامين التقرير في سياق من الموضوعية، وأنه هناك بالفعل كثير من المآخذ والعيوب على أداء الفريق أثناء إعداد هذا التقرير الذي صدر مؤخرا، ويمكن مناقشة هذه الأمور. لكن هذا أيضا لا يعفي الجانب الحكومي والتحالف العربي عن من المسؤولية عن التقصير في التواصل مع الفريق على النحو الفعال والمؤثر. كما يبدو أن هناك كان نشاط حثيث للوبي التابع للميليشيا الحوثية في الغرب، بما في ذلك الدول الداعمة لميليشيا الحوثيين. وبالمناسبة هنا أيضا واحدة من المآخذ أن التقرير لم يتطرق على الإطلاق إلى مسألة تزويد إيران لميليشيا الحوثيين بالأسلحة، وهذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع في انتهاكات حقوق الإنسان والإضرار بالسكان المدنيين. إذن لا يمكن القول بالإطلاق أن الفريق تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان، ولكن يمكن أن يقال أن هناك العديد من العيوب والمآخذ الفنية والموضوعية على التقرير التي يمكن أن تحمل على هذا التقرير. طيب دعنا نأخذ وجهة نظر اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، تحديدا من ينضم إلينا هناك من هناك عبر الأقمار الصناعية أستاذ إشراق المقطري. إشراق فضل عفوا، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أهلا بك سيدة إشراق. أنتم كلجنة وطنية كيف تجدون هذا التقرير الخاص بفريق الخبراء؟ مساء الخير للجميع لضيوف البرنامج ولكم. بالنسبة لموضوع التقرير الذي أخذ ربما نقول اهتمام أو حديث طويل من قبل بعض القنوات، نحن بالنسبة للجنة الوطنية لم نراه أنه أضاف شيء أو جاء بالجديد، وبالعكس نستغرب مسألة الإثارة السياسية الكبيرة لهذا التقرير. التقرير لا يختلف عن ما كتبته منظمات المجتمع المدني الغير حكومية مثل هيومن رايتس واتش والمنظمات العفو الدولية أيضا، يعني إضافة إلى نقول التناقلات الإعلامية والأحاديث الإعلامية اليومية التي جاءت في سياق تقرير فريق الخبراء. وبالتالي نحن لم ننظر له بأنه بالفعل تقرير نتائج تحقيق وعمل ميداني من الممكن أن يستفاد منهم بالملف الحقوقي، أتكلم لا أتكلم عن أي ملف آخر. في هذا الملف لم نجد فيه الجديد، لا من الأحداث ولا من الوقائع ولا من نتائج التحقيقات التي من الممكن أن نرى بأنها كانت تحقيقات حقيقية وفعلية وميدانية. لم يتضح لنا بأن هناك بالفعل كان تحقيق فعلي في الميدان، وكان وصول للضحايا، وكان أيضا تطرق لكافة الانتهاكات، طالما وخاصة وأن هذا نقول التقرير أو الدراسة القانونية والتحليلية لسياق الأحداث في اليوم الذي جاء فيه يقول بأنه يتكلم عن 4 سنوات من الحرب، لكن كان التطرق عبارة عن مرور نقول أو استعراض كما ذكر هو في نقاط التقرير، كان يقول استعرضنا، فبالتالي هو كان استعراض لأهم نقول الأحداث التي حدثت في اليمن. إذن هو لم ينزل إلى الأرض ويحقق، الخبراء لم ينزلوا إلى الأرض ويحققوا، أفهم من كلامك نعم. ذلك هذه المسألة؟ نعم، أنا لم أقل أنه لحقه، هم أنفسهم يعرفون بأنه لم يتم عملية التحقيق الميداني، وتحدثوا أيضا عن الصعوبات عن وصولهم إلى المحافظات، لا سيما المحافظة التي تشهد بالفعل عملية عسكرية ونزاع مسلح. لم يصلوا إلى الحديدة، ولم يصلوا إلى تعز، ولم يصلوا إلى مأرب، هذه المحافظة تشهد نزاع مسلح
داخلي التي تؤكد بالفعل بأن هناك فريق تحقيق وصل وقام بعملية المعاينة والنزول لمسرح الجريمة أو مسرح الانتهاكات وقابل الضحايا وفحص الأسلحة وقاس المسافات. مثل هذه الأمور هي ممكن أن نتحدث أن هناك بالفعل فريق تحقيق. لهذا بالنسبة لنا لم ننظر للتقرير بأنه جاء كما ذكرت بالجديد، ربما الكثير من محتوياته تم التطرق قبل أسابيع من قبل تقارير أخرى من منظمات أخرى. ولهذا كعامل قبل أن أكون في اللجنة الوطنية للتحقيق، فكعامل في أرضه في الميدان وفي مجال التحقيقات، لم أجد منهما أو في هذا التقرير ما يثير الانتباه أو ما يعد إضافة. طيب، حتى الوقائع التي تم الإشارة إليها في سياق بعض الانتهاكات هي وقائع تم التطرق لها في وسائل الإعلام، تم التطرق لها من قبل منظمات المجتمع المدني، لم تكن هناك معلومة جديدة أو إضافية في التقرير من الممكن أن نقول تستحق أن يتم الاستفادة منها وعكسها بعد ذلك في تحقيقات الجهات الأخرى أو المؤسسات الأخرى ومنها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. لهذا لم نرى فيه الجديد، هذا ربما الرأي نقول المحدود بالنسبة لنا بأنه لم نجد فيه الكثير. طيب، من الجديد، لأننا توقعنا أن عمل عام مع دعم كبير من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان أن يكون هذا نقول تقرير فيه الكثير من المعلومات الجديدة والإضافية وفيه الكثير من نتائج التحقيق إذا كان تمت عملية النزول. أيضا حتى السجون والمعتقلات ومراكز الاعتقال سواء الرسمية والغير رسمية لم يشر التقرير إلى عملية نزول ومقابلة الضحايا بداخل تلك السجون والمعتقلات وتقييم لهذه الانتهاكات من كافة الأطراف. كثير من الأمور نقول التي أغفلها، ما أقول أغفلها التقرير، لكن يبدو بأنه لم يتم كما ذكرت عملية تحقيق بمعنى الكلمة، وهو نقول الحديث الذي كان يطرق في مجلس حقوق الإنسان منذ 3 سنوات بأن هناك نقول هدف لقرارات مجلس حقوق الإنسان الداعية لتشكيل فريق أممي يكون مساند أو يعمل بنفس أو قريب لأعمال اللجنة الوطنية أو يكمل أعمال اللجنة الوطنية. إذن أستاذ إشراق، الحقيقة اتضح بأنه لا يختلف عن بقية لجان نقول الفرق الأممية بأنها عبارة عن تعتمد على معاملة منظمات المجتمع المدني وآراء واستطلاعات الإعلام والنشطاء والمدافعين. طيب، إذن أستاذ إشراق، هل أفهم منك أن هذا التقرير وهذا الفريق لم يتجاوز صلاحيات الولاية المحددة بالقرار الذي صدر، يعني قرار عمله لم يتجاوز هذه الولاية باعتباره أنها لم يأتي بجديد؟ كما ذكرت التقرير أولا هو قبل أن يكون تقرير فريق الخبراء هو تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان. حتى عنوان التقرير يقول بأنه تقرير عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان هي ملزمة بتقديم تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في اليمن أمام دورات مجلس حقوق الإنسان السنوية في سبتمبر، وبالتالي هو كان. لكنك لم تجيبني بعد سيدة إشراق، هل تجاوز ولايته أم لم يتجاوز؟ لأن هذه مسألة حساسة يا عزيزي. الموضوع ليس التجاوز، هو لم يقم بالمهمة التي أوكلت له في مسألة ليس فقط التحقيق وإنما موضوع الرصد. يعني العمل المباشر أو المهمة المباشرة كانت نقول الرصد وتقصي حتى نقول الحقيقة حول الانتهاكات التي حدثت في اليمن خلال العام كامل نقول، لكن هذا لم يتضح في التقرير. وبالتالي قبل أن يتجاوز أو لا يتجاوز العمل اللي كان المطلوب منه والذي كان نقول الضغط واللوبي أيضا الدولي بتشكيل هذا الفريق من أجل أن يعطي إضافة نوعية، لم نشاهد هذه الإضافة النوعية التي من الممكن أن تسهم في حماية الضحايا وإنصافهم في الجمهورية اليمنية من مدخل حقوق الإنسان. ولهذا قبل أن نتحدث عن مسألة تجاوز نتحدث عن مسألة أساسية وهي أن المهمة الأساسية لم تتم ولم تظهر في التقرير. طيب، أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا، وكذلك أستاذ محمد بطبيعة الحال سيبقى معنا. أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ توفيق الحميدي من فيينا. أستاذ توفيق، تقرير يثير الجدل، تناولات إعلامية كثيرة، لا يعني هناك كثيرون من يتساءلون ما التفسير لإغفال الفريق في هذا التقرير لمجموعة من القضايا الأساسية، الألغام، قصف الميليشيا أيضا، ونقطة تجاهل أسباب النزاع أيضا. كيف وجدت التقرير أنت بشكل عام؟ مساء الخير لك ولجميع ضيوفك ومشاهدي قناتكم الكريمة. بلا شك التقرير الذي صدر من قبل لجنة الخبراء هو تقرير أنا أعتقد برأيي أنه سيؤسس لمرحلة قادمة بغض النظر عن وجود مآخذ سواء
في المصطلحات أو التوصيفات أو تجاهله لكثير من الحقائق والوقائع، لكن التقرير الذي ظهر بهذا الشكل كما هو يجب اليوم أن نتعامل مع حقيقة أمر واقع أننا أمام تقرير صدر من أعلى هيئة حقوقية تراقب حقوق الإنسان في اليمن، وصدر أيضا في ظرف زمني وسياسي وعسكري حساس، وبالتالي التقرير بمجمله أنا أعتقد أنه سيحرك المياه الراكدة في قضايا الانتهاكات الصادرة في التي ارتكبت في اليمن خلال الفترة الماضية، لأن جميع الأطراف للأسف الشديد استهترت بحقوق الإنسان بصورة كبيرة ولم تلتزم حتى اللجان التي شكلت للتقصي أو للتحقيق في قضايا أو انتهاكات حقوق الإنسان سواء من قبل الحكومة الشرعية أو لجنة تقييم الحوادث من قبل دول التحالف العربي، لم تستطع أو توقف الانتهاكات التي مورست. طبعا جماعة الحوثية هذه تأتي في مقدمة الانتهاكات، وإن كان من أهم المآخذ التي أخذت على هذا التقرير أنه لم يشمل كثير من الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي، وخاصة الانتهاكات المتعلقة بتفجير البيوت والألغام وأيضا التعليم إلى غير ذلك. لكن التقرير في مقبل اليوم يجب أن نتعامل مع هذا التقرير كأمر واقع، وأعتقد أن هذا التقرير سيأخذ الجميع اليوم الأطراف جميعا إلى داخل مجلس حقوق الإنسان، وسنشهد معركة سياسية وحقوقية كبيرة في الشهر القادم، لأن التقرير الآن سوف يبنى عليه مستقبلا إما تمديد ولايته أو الذهاب للجنة التحقيق المستقلة، لكنه اليوم حقيقة يشكل نافذة ضوء مهمة يجب أن نحسن التعامل معه بطريقة أو بأخرى، وعلى الحكومة الشرعية اليوم وأدواتها أن تتعاون أن ترد على كافة المآخذ الموجودة في هذا التقرير خاصة التوصيفات السياسية. وهذه النقطة المهمة التي أريد السؤال عليها أستاذ توفيق، الحكومة أعلنت أنها عبر وزارة حقوق الإنسان أعلنت على أنها ستقوم بالرد على هذا التقرير، لكن المسألة المهمة ما الذي يترتب مثلا على استخدام الفريق لمصطلحات كسلطات الأمر الواقع، كمصطلح أيضا قائد الثورة بالنسبة في الإشارة لعبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين، وغيرها من المصطلحات التي وردت في التقرير وأثارت جدلا؟ أنا أعتقد أن التقرير حاول أنهم يوصفون المسميات كلهم بحسب ما يطلق على نفسه، وفي النهاية لجنة الخبراء لا يمكن أن تمنح الشرعية أو تمنح الحق لأي أحد لأي طرف من الأطراف، هنالك مؤسسات دولية ومؤسسات وطنية لها الصلاحية الكاملة والشرعية الدستورية والدولية في الاعتراف ومنح الشرعية، وأعتقد أن قرارات مجلس الأمن التي صدرت خلال الفترة الماضية في الشأن اليمني هي واضحة، الاعتراف بسلطة الرئيس عبد الرب منصور هادي وتوصيف جماعة الحوثي بأنها جماعة انقلابية متمردة على الحكومة الشرعية، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الأمر التوصيفات لن تضيف كثيرا، لكن مهم أن التقرير ينسجم مع كافة مخرجات المؤسسة الدولية وخاصة القرارات الصادرة من مجلس الأمن بالشأن اليمني خلال الفترة الماضية. أشكرك إذن أستاذ توفيق الأحمدي المحامي والناشط الحقوقي، كنت الحميد عفوا المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. بالعودة إليك أستاذ محمد والمعذرة على الإطالة بطبيعة الحال. لا مشكلة. ما مدى تسييس هذا التقرير؟ يعني في الحقيقة أنا أختلف مع الأخ العزيز المحامي وهو أستاذنا بالطبع الأخ توفيق الحميدي عندما يقول أن التقرير أو أن الفريق الخبراء اعتمد على المسميات التي تطلقها هذه الجماعات على نفسها. بالتالي جماعة الحوثيين أولا لا تطلق على نفسها سلطات أمر واقع، هذا أمر. الأمر الآخر إذا كان فريق الخبراء قد اعتمد هذا المسمى لجماعة الحوثيين الانقلابية المتمردة فهو بهذا قد تجاوز القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وهو أعلى هيئة في الأمم المتحدة، وبالتالي يكون قد خلق نوعا من التضارب في استخدام التوصيفات التي تستند أو التي تتسق مع القانون الدولي ومع المرجعيات الخاصة بالملف اليمني. والأمر الآخر أيضا، هل ميليشيات حزب الإصلاح هو المصطلح الذي يطلقه المقاومة الشعبية في تعز أو الميليشيات السلفية
والجهادية هو المصطلح الذي يطلقه الجيش الوطني أو المقاومة الشعبية على نفسه في تعز؟ لا بالطبع. إذن هل نجح الحوثيون في ذلك بأنهم مرروا مصطلحات قد تفيد وتقوي موقفهم أمام الرأي العام الدولي والمحلي؟ يبدو ذلك، يبدو أن اللوبي كما أشرت في بداية حديثي نجح في يعني غزو الفريق الخبراء بهذه المصطلحات، أو يبدو أن هناك بسبب كمية المعلومات التي والتقارير التي وصلت إلى الفريق أثناء إعداد التقرير من طرف ميليشيا الحوثيين والشبكات الناعمة التابعة لميليشيا الحوثيين، وبالتالي تأثر الفريق بهذه المصطلحات التي استخدمها أو يستخدمها الحوثيون وانطلت عليه وتم إدراجها في سياق التقرير، سواء قائد الثورة عبد الملك الحوثي وهو زعيم ميليشيا متمردة ومدان بموجب قرارات لجنة الجزاء التابعة لمجلس الأمن، وأيضا إطلاق مصطلح عدوان على سبيل المثال العمليات العسكرية كما ورد على الأقل في الترجمة غير الرسمية. هو قيل أن هذا أخطاء ترجمة بالضبط، لكن أيضا لا ينفي يعني وجود بعض المصطلحات التي استخدمها فريق الخبراء وهي في الحقيقة ليست من المهنية في شيء، وهي ليست دقيقة وليست أيضا يمكن اعتبارها مصطلحات أطلقها الفريق لأن الأطراف تستخدمها بحد ذاتها، لأنه أيضا استخدم مفردات أو توصيفات غير صحيحة ولا يمكن أن يستخدمها. الإصلاح يقول أنه حزب سياسي وليس لديه أي ميليشيات أو قوات تابعة له، وهذا ما ينفي تلك النقطة المتعلقة بهذه المسألة. أقصد لا يوجد شيء اسمه ميليشيات حزب الإصلاح مفهوم. في تعز لم يسمى أي جماعة أو طرف في تعز لم تقل عن نفسها ذلك بهذا المصطلح يعني. طيب دعني أنتقل أو أعود إلى أستاذ إشراق فضل. في سياق الحديث عن هذا الفريق، هناك يعني كان الأساس عند تشكيله أنه هذا فريق مساند للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أو على الأقل هذا ما تم الإعلان عنه وتداوله الوسط الحقوقي. إلى أي مدى كان هناك تواصل بينكم أنتم في اللجنة الوطنية ومع هذا الفريق وكذلك المفوضية خلال هذا العام منذ صدور قرار تشكيل هذا الفريق؟ اللجنة الوطنية بحسب تشكيلها هي ولكي تحقق مهمتها في التحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم الجمهورية اليمنية، عليها أن تتواصل مع كافة الجهات المعنية في حقوق الإنسان بالداخل وبالخارج بالوضع الوطني والإقليمي والدولي، إضافة مع أطراف النزاع. جزء من هذا التواصل والعلاقة هي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان المعنية بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الدعم المقدم للجنة الدعم الفني والتقني والقانوني. العام فيها خلال هذا العام كان في كثير من التواصل، كان في تنفيذ عدد من الأنشطة. بالنسبة لموضوع فريق الخبراء، يعني التقينا في عدن يعني مرة اجتماع كان لمناقشة تقييم أو تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان في الشق المتعلق في اللجنة الوطنية والشق المتعلق في فريق الخبراء، وهو بصفته طبعا فريق تابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. نحن كما ذكرت يعني ليس لدينا أي عائق أو أي مشكلة في قيام أي جهة ما في أعمال رصد أو أعمال تقصي أو أعمال أيضا تقييم لحقوق الإنسان. اللجنة الوطنية تسير بعملها وفق المهمة الموكلة لها يعني بناء على القرار 140 لسنة 2012، وهو الذي بدأت فيه مبكرا قبل أن تبدأ بقية المؤسسات والمنظمات الدولية وحتى اللجان منذ بداية سبتمبر 2015. ولهذا ربما يعني ما أود أقوله بأن تقريرنا الخامس إن شاء الله الذي سيصدر في الأسبوع القادم سوف يوضح عمل اللجنة خلال العام 2018 وما وصلت إليه أيضا من نتائج بعض الانتهاكات والتحقيقات وتواجدها في الميدان في كل محافظات الجمهورية، وتحويل هذه نقول نتائج التحقيقات إلى ملفات قانونية يحال بعدها نقول المتسببين والمسؤولين عن هذه الانتهاكات للقضاء الوطني. والمرحلة الأخرى هي مسألة إنصاف الضحايا وجبر الضرر عبر مراحل أخرى من مراحل العدالة الانتقالية. الأهم في هذا الجانب كما ذكرت بأننا نتعاون مع كافة الجهات، نتعاون مع كافة مكونات العملية الحقوقية من حكومة، من مجتمع مدني، من مؤسسات وطنية، مؤسسات أيضا حقوق إنسان خارجية ووطنية ودولية. مهمتنا في النهاية هي الحصول على المعلومة والحقيقة وإنصاف الضحايا، وليس الترويج الإعلامي وإصدار نقول تقارير غير مفيدة. الأهم هو الإجراءات التي سوف تأتي بعد ذلك كنتيجة من نتائج التحقيق. نعم. طيب بالعودة إليك أستاذ محمد، الآن هناك
اجتماعات لمجلس حقوق الإنسان في الشهر القادم. إلى يعني إلى حدوث هذه الاجتماعات، هناك وزارة حقوق الإنسان قالت أو الحكومة قالت أنها سترد على هذا التقرير، كذلك التحالف. ما هو المتوقع خلال الشهر أن يحدث ليشكل فارقا في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التي يقال أن دورة شهر سبتمبر هي دوما دورة حاسمة في هذه الاجتماعات؟ يعني هو أظن أنها دورة استعراض دوري شامل أو يعني للنظر في ملف حقوق الإنسان في اليمن. يفترض أن يكون هناك تقارير لوزارة حقوق الإنسان للرد على مجمل التقارير التي أصدرتها العديد من المنظمات خلال الآونة الأخيرة. أتوقع أيضا أن يكون هناك حضور كبير للتقرير الذي بين أيدينا الصادر عن لجنة أو فريق الخبراء المستقلين البارزين. أتوقع أو ربما يمكن أن تسأل الأستاذ إشراق إن كان لديهم أي نشاط فيما يتعلق بتحدثت عن إصدار تقرير خلال هذه الدورة. لكن هو الأهم بشكل عام، هناك نقاط في الحقيقة مهمة في سياق الحديث عن ملف حقوق الإنسان في اليمن. يعني في الحقيقة دائما نقول أنه للأسف هناك صورة نمطية غير جيدة عن التحالف العربي، تحديدا السعودية والإمارات، في سجلهما القاتم في مجال حقوق الإنسان. وهذه كيف النظرة يؤثر ذلك على الملف اليمني؟ وبالتالي هذا يؤثر، يلقي بظلاله على الملف اليمني وعلى عدالة القضية اليمنية في مواجهة الميليشيا الحوثية الإنقلابية المتمردة. هناك نوع من الخلط على مستوى الرأي العام الدولي ومجموعات حقوق الإنسان في مسألة التفريق بين السجل قاتم لانتهاك لحقوق الإنسان في السعودية والإمارات وبين انقلاب فاشي ووحشي وجرائم ممنهجة تمارسها ميليشيا إنقلابية ضد المجتمع اليمني. وبالتالي هذا الخلط يؤثر على موقف هذه المجموعات لحقوق الإنسان وعلى موقف الرأي العام الدولي. وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يكون للمنظمات غير الحكومية اليمنية جهد في إزالة هذا اللبس والتوضيح للرأي العام بشأن هذا الموضوع. والإشكالية الخطيرة هو أن يكون هناك أي نوع من محاولة التستر للحكومة اليمنية سواء وزارة حقوق الإنسان أو غيرها عن جرائم انتهاكات التي تطال المدنيين بطبيعة الحال سواء خلال غارات. لاحظ في التقرير الذي بين أيدينا هناك مساحة كبيرة للحديث عن غارات التحالف كما أشرت في بداية الحلقة، والتحقيق في أكثر من 30 أو استعراض نحو 60 غارة وفحص قرابة 29 غارة جوية، بينما لم يكن هناك أي فحص أو نظر في مجزرة واحدة من مجازر ميليشيا الحوثيين بحق المدنيين في اليمن. وبالتالي هذا يثير تساؤل عن ما الذي يمكن أن يفعله اليمنيون سواء كهيئات رسمية أو منظمات غير حكومية لإزالة اللبس فيما يتعلق بالخلط ما بين سجل قاتم لانتهاكات السعودية والإمارات. يعزز هذا السجل القاتم أيضا انتهاكات التي تمارسها الإمارات من خلال قوات الوكالة في مناطق سيطرة الشرعية. طيب بعودة إليك يا أستاذ إشراق، هذه النقطة ربما يثيرها كثيرون أن الملف الحقوقي في اليمن تأثر ب يعني رؤية المجتمع الحقوقي لممارسات دول التحالف بشكل عام سابقا والآن. هل تأثرتم أنتم في اللجنة الوطنية للتحقيق بهذه المسائل؟ إلى أي مدى؟ للأسف هو الملف الحقوقي في اليمن لم يتأثر على نظرة المجتمع لدولة أو هو تأثر في الشق السياسي أكثر منه بشكل عام، يعني النظرة السياسية نظرة إليها بشكل أكبر من النظرة الحقوقية. لكن لو تحدثنا عن اللجنة الوطنية للتحقيق، بالنسبة لنا نحن لا نرى بأننا هناك أي تأثير لهذه القراءة أو لهذا التحليل الذي يراه المجتمع المدني أو سواء المحلي أو المجتمع نقول المدني الدولي أو حتى المنظمات أيضا نقول البعثات أو الأجهزة الدولية الحكومية أساساً اللي موجودة في مجلس حقوق الإنسان. لم نحاول أن نكون أو ننقر لمثل هذه التوصيفات. كان عملنا هو فقط كما ذكرت في الميدان بناء على تحليل قانوني مبدئي لقراءة أو توصيف هذا النزاع الذي وصفته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه نزاع مسلح غير دولي. من هذا المنطلق كان مرجعياتنا القانونية التي اعتمدنا عليها وقراءتنا في الاتفاق الدولية التي تنطبق على انتهاكات في الجمهورية اليمنية. نظرتنا لهذه النظرة القانونية
القانونية وبالمقابل الضحايا والانتهاكات الذي طالهم. ولهذا يعني ما نرغب به أو نحرص عليه بأن يقرأ المجتمع الدولي والمجتمع المحلي أيضا والمهتمين لتقرير اللجنة الوطنية بهذه النظرة، بأنها تنظر فقط لتوصيف قانوني أمامها لانتهاك ولضحية، لا ننظر لأي أبعاد سياسية ولكل هذه التوصيفات والمصطلحات التي تظهر بين حين وآخر والتغييرات أيضا لبعض المسميات. توصيفنا منطلق من قراءة أولية قانونية للنزاع المسلح الغير دولي في اليمن، وإسقاط النصوص القانونية المنطبقة عليه في الشأن الدولي وفي الشأن الوطني، والنظرة طبعا الأهم هي للضحية وتحديد المتسبب لهذا الانتهاك أي كان هذا الطرف، وتحديد هذه المسؤولية ونقول النوعية أو محدودية مستوى الضرر الذي طال هؤلاء الضحية، وبالتالي حقوقهم وفق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. أشكرك أستاذ إشراق فضل، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاية انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن، كما والشكر موصول لك أستاذ محمد الأحمدي كنت ضيفنا هنا في الاستوديو، وأنت الصحفي والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام الحلقة تقبلوا تحية طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.